ملك سواد يعتلي صهوة أيال الرشيد من جلال وأمنية الرشيد الملك على أمر سيادة المدرب والقيادة لملك سواعد. عمر الحسون على صهوة جرار من كلاسيك رشيد وصخرة بنت نفاتة الملك غازي حماد أبو محمود من عكا المدربين استبلاط غازي حماد القيادة لعمر الحسون زنور على صهوة الجاهز بن مرعب وبنت مجاري الملك أبو مروان مدرب أبو مروان القيادة لزنور الجاهز انطلق بعملية الإحماء مع أوس السواعد ابن مرعب وبنت موجالي الملك والمدرب أبو مروان القيادة لأوس السواعد اللي مش راكب شباب يطلع ديبا بن كوكتيل الملك محمود أبو الفارس مدربين لاستبلاط العاديات الفروسية القيادة ستكون لعبد العصيبي عبد خليفة عبد خليفة تدقق لخليفة عبد تيران عبود على صوت صقر الكرمل ينطلق الآن بعملية الإحماء بن خحوش ابن شاب اللهيب الأم بن داريوس الملك روني عبود المدربين علوان أبو السلطان والقيادة لتيران عبود
عبد العصيبي على صابة ماجنوم، مؤنب بن وزير سهارة، وديفا بنت كوكتيل، مالك محمود أبو الفارس، مدربين صبلات العاديات. الميدان ومع غزال بن غزال النفوس، الملك للملاك عبد وخير الدين، المدرب احمد، القياده لبزيو. مصطفى من اللي معك؟ وزير الهلال بن هلال الدين وبنت مرناس نادر، الملك ابو عزة، مدربين صولات الشامخ، القياده لمصطفى زعروره. مشاركين داخل جهاز الانطلاق بس في اليوم غاب 8 اقل، ما شاء الله تبارك الله، 8 مشاركين خيول المجموعه الخامسه، ما شاء الله تبارك الله. لحظات معدودات، وفعلا اخواني ينطلق الشوط الخامس على بركة الله، شوط مفتوح الدرجات. ملك سواعد معي لرشيد ينتزع الصدارة من البداية، الخيول بالمراحل الاولى من السباق، ما شاء الله تبارك الله. عمر الحسون مع جرار بالمراتب الثانية، الخيول كما ذكرنا بالمراحل الاولى من السباق. مصطفى زعرورة مع سير الهلال بالمراتب الثالثة، ما يزال ملك سواعد معي لرشيد متصدر هذا الشوط، وعمر الحسون مع جرار ما يزال بالمراتب الثانية. الخيول على أحسن ما بين المنعطفين بقرابة دخول الخط المستقيم، ما شاء الله تبارك الله. زنور على صوت فجر الليل يبدأ الزحف نحو المراتب الثانية، الأحسن الآن دخلت الخط المستقيم، الأحسنة دخلت الخط المستقيم، ما شاء الله تبارك الله. أيا للرشيد من الداخل مع مالك سواعد، انطلق اولا ليال الرشيد، ما شاء الله تبارك الله، وحل اولا مع مالك سواعد عبد العصيبي بالمرتبة الثانية مع ماجنوم. رشيد بن جلال وامنية الرشيد، الملك على امبريسات، المدرب والقيادة لمالك سواعد، ما شاء الله تبارك الله، انطلق اولا وحل اولا بكل جدارة واستحقاق. ايال الرشيد مبروك، الف مبروك على امبريسات، مبروك مالك سواعد المدرب والفارس لبطل هذا الشوط. اكيد نستلم على كمان مرة، مبروك أيال الرشيد، مبروك على امبريسات، مبروك مالك سواعد الفارس والمدرب لبطل هذا الشوط. أيال الرشيد مبروك حبيبنا على امبريسات، ما شاء الله تبارك الله. ماجنوم 1 بن وزير سهارة، وديبة بن كوكتيل، الملك محمود أبو فارس، المدربين الصبلات ومدرسة العاديات الفروسية، القيادة كانت لعبد العصيبي. مبروك أبو عمر سيف حماد، مبروك محمود أبو فارس، مبروك الصبلات العاديات، مبروك ماجنوم 1. وين التصفيق لماجنوم 1؟ ألف مبروك حبيبنا. حل اللي عنده مالك.